شوية بسطرمة كده باقيين من عندنا يعني أيام ما كنا بنجيب بسطرمة، فنحطهم وهنعمل بقى بيها طبق مكرونة للغدا. هنعمل البيز بتاعة ثلاث أنواع مكرونة. هننقل دي هنا وهنحط الحلة دي كده. فيها فكرة وتركة كده لازم نعرفها. هننزل بكيلو لبن. البيز ده اللي هو الوايت صوص. الوايت صوص الاقتصادي اللي بديل للكريمة اللباني. تمام. اوكي. وده هيدخل في كل كل المكونات بتاعت اللي عندي كلها. طيب ماشي. اوكي. احنا دلوقتي نزلنا باللبن. نركز بقى. معلقتين دقيق ومعلقة نشا. تمام. هنحطهم هنا. لبن ودقيق ونشا. معلقتين ايه؟ دقيق ومعلقتين نشا. معلقة واحدة نشا؟ ده معلقة كبيرة بمعدل 60 جرام على الكيلو على اللتر. يبقى احنا قلنا كيلو لبن عليه معلقتين دقيق كبار ومعلقة نشا. هنقلبه على البارد. اهو. كويس؟ ده البيس بتاعي بتاع كل حاجة. الفراخ اهي. هنزل بالمشروم. الأكلة دي جميلة جدا. احنا دي احنا ضيعنا الدايت خالص. ده احنا بنعتذر منك يا دكتور أميرة. الفقرة الأولانية دايت، الفقرة التانية نسينا الدايت. أيوة. خلينا دلوقتي بس مع المكرونات دي والريحة يا جماعة مش طبيعية. دخلنا بالمشروم. احنا دي الفوتوتشيني الفريدو. صح كده؟ الفريدو. احنا كده بنقلب. قلبنا كله على البارد عشان لو قلبناها على السخن هتكلكع معايا. ماشي. اوكي. ده الوايت صوص اللي هيدخل في الثلاث اطباق مكرونه كله. اوكي. احنا برضو سايبين الصلصه بتاعه اول طبق معانا. ايوه. اللي هي البنة عربيات. البنة عربيات كده. المشروم هو بيبتدي ياخد لون معايا. لازم نستنى لحد ما الفراخ تستوي عشان ده السوا بتاعها. لازم تاخد جراتين. طبعا. تمام. اول ما البيز يغلي معايا يبقى انا خلصت كل اطباقي. افضل اقلب كده عشان ما تكلكعش معايا. ايوه. انا بديله ايه هنا بقى عشان اعزز؟ بديله كريمه لباني معلقتين بس. وبديله صوص شيدر. تمام. وبقلب. كده بقى غني. هيحتاج الزبده. الزبده مش هنفع انزلها دلوقتي غير لما ده يبتدي يغلي معايا. يبدا يتقل شويه. يتقل شويه. خلينا هنبدلها هنا. ده مطرح ده. وهنيجي هنا للكربونارا. الكربونارا نزلنا قلنا البسطرمة ونزلنا البيف. هننزل بسن التوم صغيرة اهي معاهم. حطينا زيت. حطينا زبدة. زبدة. زبدة ونزلنا بالبسطرمة والبيف. والتوم. والتوم هيبتدي ان هم يلونوا معايا في البيون هنا. لونهم هيبتدي يغير. شايف سعادتك كده اهو. ماشي. احنا الصلصه زي ما هي بتغلي برضه. ايوه. احنا ليها قوام معين مستنيينه الصلصه. انا بس اللون يغير معايا ويبتدي الزيت يطفو على سطح الصلصه عشان الشطه اللي فيها. اهو. هننزل بشويه فلفل رومي. واي حاجه احنا محتاجين نحط فيها حاجه لو احنا بنحب كل حاجه هوت او يعني حراقه نقدر نحط فيها. مفيش اي مشكله. زي ما حضرتك عاوزه. زي ما حضرتك عاوزه. الوايت صوص اهو بيبتدي يدخل معايا. هقلبه اهو. ولونه غير معايا.
تمام. احنا برضو نتابع اللي هو الفراخ والمشروم. ايوه. ريحه البسطرمه كمان. اه هركنه على جنب دلوقتي وهنجيله تاني. ماشي. هنيجي هنا. وده يعتبر خلاص خلص وهنجيله تاني. طب احنا جات لنا رسالة على صفحة البرنامج، واحدة بتسأل بتقول سلام عليكم كل عام وحضراتكم بخير، عملت مخلل الزيتون بدون تفتيح من يوم 15/10 وحتى الآن طعمه مر ومش عارفة أعمل إيه، ده نتيجة إيه شكل؟ ده نتيجة إن الزيتون ألياته ممررة في تكوين الزيتون نفسه. يعني الزيتون نفسه هو اللي ممرر. آه بيحصل كالآتي، هي بتيجي تجيب الزيتون بيتغسل غسله كويسه وبيتحط له على كل لتر ميه 3 معالق كبار ملح عشان المراره بتاعته تروح، وبيتحط له عصير ليمون وبيتحط له قرون فلفل احمر. ده ممكن يضيع المراره اللي فيه. ده بيضيع المراره، بيحصل ان هو في مراره بسبب ان الملح بتاعه قليل. اه يعني هو الملح بتاعه قليل هينزل ازاي المراره بتاعته؟ تمام. فهي تعمل كالآتي، لو هو مرر منها هتصفي المية بتاعته خالص وتجيب مية من حنفية عادية، واخدة بال حضرتك؟ هتحط على لو هتعاير بالكوباية كل كوباية معلقة صغيرة ملح، لو لليتر هيبقى 3 معالق كبار ملح وليمون، طبعا عشان هو ما يسودش منها لازم تحط ليمون، ممكن أربع عصير أربع ليمونات وقرنين فلفل حراق. تمام. وتغير عليه لمدة 3 أيام، يعني تحط النهاردة مية، تاني يوم تغير عليه، تالت يوم تغير عليه، المرار كله المرار كله هيروح. تمام. يا رب نكون جاوبنا عليكي وفدناكي وتلحقي تصلحي الزيتون بتاعك. احنا كده خلاص ابتدى يعمل معانا. اه هننزل الزبده عشان نعزز الطعم. دي ضاعت دايت. وهنقلب اهو كده، الوايت صوص بتاعنا ابتدى يتخن اهو مع حضرتك. حطينا بقى فيها ايه تاني يا شيف وائل عشان انت عززتها بحاجه تاني؟ زبده. لا قبل الزبده جبنه شيدر سايح. جبنه شيدر سايحه. وحاجه تانية جبنه شيدر سايح وحطينا كريمه لباني. كريمه لباني 3 معالق. تمام. عشان تديها اللي يعني تعزز طعمها، يبقى فيها طعم كده. ايوه. هنبتدي بقى ايه، انا كده خلصت اهو، نبتدي نوزع اطباقنا. ابتدى يدخل معايا وزي الفل اهو. بنعمل النهارده يا جماعه هنرجع للكربونارا من المكرونه الايطالي. هنرجع للكربونارا اهو. يلا هناخد المكرونه بتاعتها، دي اسمها اسباكيتي كربونارا، فده هنستخدم الاسباكيتي، مكرونه الاسباكيتي. هنيجي هنا ناخد شويه وايت صوص. ده بقى البيز او ده البيز هنحطه بتاع في كل الاطباق. ايوه ده البيز بتاعي. تمام. ده البيز بتاعي. اه بصوا القوام يا جماعه. هنيجي هنا ناخد معلقتين اهو، واحد اتنين، ممكن ناخد نص كمان اهو. انا بنهار. وبعد كده هنبتدي نقلب اهو معانا. بصوا ايه المكرونه يا جماعه اجتمعوا هنا. ايوه هنا نفس القصه عشان ايه نخلص بسرعه. طيب يلا اهو، ادي واحد ادي اتنين وادي نص كمان معايا، ده هنقلبه وده هنقلبه اهو اهو. وزي ما قلنا المكرونه احنا سلقينها ثلاث ارباع يعني سوا. الا دانتي. اسمها الا دانتي. مش مستويه على الاخر. مش بلانشي. اهو. المصطلحات بس انا بحاول ابسطها شويه عشان كلنا ايه نستوعبها. الفوتوتشيني. هنجيب المكرونه دي اهو وننزل بيها. حاطين مكرونه زيت عشان ما تلزقش؟ لا. ولا مش هتعمل عازل في الصوص؟ تمام. اي مكرونه من طب هي الحاجات الايطالي. مش هتعجن معانا؟ لا مش هتعجن، الربع بقى اللي هيستوي. هيستوي في الصوص اهو. تمام اهو. تركات يا جماعه اهو. وهنا كمان اهو. الكربونارا دايما بيحب الصوص الزياده.
مع كاربونارا. كاربونارا باستا. كاربونارا باستا. نروح بقى اي مطعم نبقى داخلين فاهمين كده. او نخش النهارده المطبخ ونقول لهم هعمل لكم صنف يعني ايطالي مش هتعرفوا يعني تعجبوا قد ايه من الجمال اللي هتدوقوه. اهو بص ابتدت تفك معايا مع الصوص فعلا. لكن انا لو انا عملتها بميه او عملتها بزيت خلاص خلصت. هتفصل ال هتفصل مش هيبقى فيه صوص اصلا ليها يعني. تمام. عاوزه تاني بديها اهو. اهم حاجه ان الشويه بتاعتها اللي احنا عاوزينها الاساس في الاكلات كلها او المكرونات الاطباق اللي احنا عملناها كلها هي الوايت صوص. الوايت صوص اللي احنا عملناه دلوقتي. انا دي سنه ريحان هنا وسنه ريحان هنا اهو. ونديها شويه جبنه موتزاريلا هنا. جبنه موتزاريلا هنا كمان. وندي شويه جبنه رومي وشويه جبنه رومي. الجبنه الرومي دي بدال البارميجان. ناخد بال ساعتك. تمام. ودي عندنا في البيت. عاملينها في البيت. اهو. هندي سنه فلفل اسمر. اهو. سنه فلفل اسمر. زعتر وزعتر. جوز طيب وجوز طيب. احنا كده دي الكاربونارا ودي اللي هي ايه؟ دي فوتوتشيني. الفوتوتشيني الفريدو. ايوه. تمام. نسيبها بس شويه عشان تاخد السوا بتاع الصوص. خلاص يعتبر هي كده خلاص يعني. وتاخد الطعم بتاع الصوص اللي احنا عملناه. ايوه. نجهز بقى اطباقنا. نجهز اطباقنا. يا سلام يا شيف وائل. ننزل بالكربونارا. شايفة بقى هنا الجبنة موتزاريلا عاملة ايه؟ ايوه انا شايفة. عاملة موضوع. اهو.